إذن حول التوقعات لحركة الأسواق بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي والذي فاجأ الأسواق طبعا بقوته، ينضم إلي الآن هنا في الاستوديو جوش مهوني وهو كبير محللي الأسواق لدى سكوب ماركتس. أهلا وسهلا بك جوش، شكرا جزيلا لحضورك. ركود أم لا ركود؟ تقرير يعني واحد فقط غير نظرة السوق إلى إمكانية حصول ذلك الهبوط السلس أو عدمه، يعني وكأنه في مراجعة أو تشكيك حتى من قبل المحللين بما كانوا قد رسموه قبل ذلك التقرير، تقرير سوق العمل. بالتأكيد يبدو أن التقرير قد غير السردية تغييرا كبيرا، فكنا نتحدث عن سيناريو الهبوط سلس مقارنة بالهبوط الحاد أو هبوط سلس ولا هبوط، وبتنا معتادين على أن جميع التعديلات لأرقام الوظائف كانت بالتخفيض، وبالتالي بعد التعديل بالرفع هذه المرة وكذلك التراجع في رقم البطالة، هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ذلك. إذن يبدو أن الموجة قد انقلبت، ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي الذي ينمو بحدود 3% لا يبدو أنه على وشك الدخول في ركود. إذن نحن في وضع مثالي حاليا، وهذا يعني اقتصادا يسير على ما يرام والتضخم تحت السيطرة بما يسمح للبنك المركزي بتسهيل السياسة النقدية وبما يسمح للاقتصاد التركيز على النمو وليس فقط تخفيض التضخم. سمعنا من أحد يعني يمكن أكبر الأصوات التي تتحدث من وحول وول ستريت محمد العريان، الذي قال بأنه لا يعتقد بأن التضخم قد مات أو انتهى، وإنما على الفيدرالي أن يستمر بالتركيز على مهمته اللي هي من شقين، وأن لا يلتفت طبعا أو لا يدع الأسواق تدفعه باتجاه ما. الأسواق تريد للأسعار أن ترتفع بكل الأحوال، تريد لذلك النمو أن يستمر، لكن أين تكمن المخاطر في هذه السوق الآن؟ بالتأكيد في بداية العام كنا نتحدث عن 7 تخفيضات، وحاليا مع اقتراب نهاية العام نتحدث عن تخفيضين أو 3 تخفيضات، والفيدرالي لا يجب أن يراقب ما تقوله السوق لأن الأسواق دائما تبالغ في التقدير بالزيادة أو النقصان. ولكن إذا نظرت إلى المخاطر في السوق يبدو أن التضخم هو الخطر الكبير، فطالما ونحن نتحدث عن اقتصاد قوي وتضخم تحت السيطرة، هذا يعني أن البنك المركزي يمكن أن يستمر في التسهيل ويمكن للأسواق أن تحتسب التسهيل. ولكن في اللحظة التي نكون فيها أمام أرقام غير دقيقة أو تختلف عن التوقعات، نجد الأسواق تعاني، وكذلك إذا رأينا موجة ثانية من التضخم في المقابل هذه ستكون مشكلة كبيرة. والتضخم في أمريكا إذا كان ليس عند 2% وإذا كنا أمام تخفيض سابق لأوانه ومع ارتفاع أسعار الطاقة، هذا يعني أن التسهيل الذي نراه من البنك المركزي إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، هذا يعني أننا قد نرى موجة ثانية من التضخم، وهذا يقلل قدرة الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة. بالضبط، عنصر رئيسي في معدلات التضخم هو أسعار الطاقة. إلى أي درجة بالتالي ستأخذ الأسواق عندما تبدأ أعمالها لهذا الأسبوع خلال ساعات من الآن، ستأخذ المستجدات الجيوسياسية في المنطقة وهذه المخاطر التي تحدق أو هي حول منشآت نفطية وممرات رئيسية للنفط في العالم؟ في نهاية المطاف الأسواق تكره عدم اليقين والضبابية، والمخاطر المتزايدة في المنطقة حاليا تترك آثارا وتبعات واضحة، وبالتأكيد ستظل هناك درجة من العزوف عن المجازفة حتى تتضح الأمور أكثر. هناك خطر لحصول مشكلة في
الطاقة، وهذا سيؤثر على توقعات التضخم. إذا نأمل أن تهدأ الأمور وأن لا يكون الوضع بالسوء الذي يمكن أن يحصل، ولكن إذا ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا حادا هذا على الأغلب سيترك تبعات على المعنويات في السوق. ولنتذكر عموما أن أسعار الطاقة تواكب الأصول الخطرة. إذا كانت الأسواق تشعر بالثقة تجاه الاقتصاد العالمي هذا يعني عادة أسعار نفط أعلى، لكن على الأغلب سنرى علاقة عكسية، فأسعار الطاقة الأعلى تؤجج مخاوف تضخم وتؤدي إلى عزوف عن المجازفة في السوق. على كل أسعار النفط رأيناها تتراجع عن المستويات التي وصلت إليها في نهاية الأسبوع الماضي، الآن برنت عند 77.70 تقريبا. شكرا جزيلا لك جورج. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.